الموقع ديال لاراش انفو اللي متبع معنا هذا النشاط والمشروع ديال اللي في اطار مشاركه مواطنه المدعوم من طرف الاتحاد الاوروبي والمراقب ماليا واداريا من طرف مكتب ديال الامم المتحده لدعم المشاريع. احنا في اطار هذا المشروع ديال المساهمه في البيئه، حمايه البيئه البحريه، كان عندنا نشاط ثاني اليوم في اطار هذا البرنامج اللي فيه تقريبا شي تسع ديال الانشطه. من بعد النشاط ديال الجداريات اللي درناهم في وسط المدينه وفي دار الغرباوي وفي باب الميناء، اليوم كنا في النشاط الثاني وهو النشاط ديال الغطس، يعني جمع النفايات من قعر البحر والعرض ديالها في قالب فني اللي درناه هو عباره عن واحد السمكه وفي الساحه ديال باب البحر. اذا كان نشاط ممتاز لانه كان مشاركين عده، حضروا جميع المؤسسات المعنيه بالامر، الوكاله الوطنيه، المدرسه البحريه، الاخوان ديال الغطاسه، حضروا المكتب الوطني للسيطره، رغم انهم ما لقاوناش في البدايه لان تاخرنا بدايه 10 11 العرض تقريبا، هما جاو يعني لبوا الدعوه وحضروا. باش ما ننساش الاخوان البحاره، حضروا الجمعيات ديال الصيد البحري، يعني جميع الناس اللي كانوا مستهدفين في اطار هذا المشروع حضروا، حضروا نساء، حضروا اطفال، يعني كان نشاط، كان توزيع ديال الاقمصه كما قلنا، توزيع الملف للمشروع وهذا على المشاركين، كان نشاط رائع، كان الغداء جماعي كذلك، درنا واحد الوجبه غداء جماعيه مع الضيوف معنا، مهم كان نشاط امتياز. هذا العمل كما قلنا ديال هاد النفايات اللي كدار، كلشي كيعرف الخطوره ديالها، ان النضور ديال الثروه السمكيه، وعندنا احصائيات رسميه اللي كتبين ان في علاقتها مع يعني ان عندنا واحد الاحصائيات اللي كتنطلق من 2007 حتى 2020 كتبين على ان الثروه السمكيه في تراجع. اذا من خلال تشخيص العمليه ديال الغطس يعني لاحظنا استخرجتوا يعني عدة مخلفات، يمكن تكلم على المخلفات اللي استخرجتوها من هي كثيرة جدا ديال وبانت سيرتو خصوصا في الشاطئ ديال كاين السباحة الخطيرة، ودليل على أنه رغم أنه هذا العام ما كانش فيه اصطياف، كان ممنوع ديال 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 الاصطياف ديال المواطنين، ولكن كاين أزبل، بمعنى أنك تخرج مع المد ديال البحر، كتخرج وهي نتيجة ديال أن داك الشيء الممارسات بعض السلوكات اللي كدار ديال البحارة. وجا هذا المشروع هذا للتحسيس، مساهمة للتحسيس أن هذا البحر خصو ما أمكن يتفادى أنه يحافظ على هذا البحر، لأنه البحر هو المورد ديال القوت ديالو، هو ثروة وطنية ديال الجميع، يعني ديال ولا نظرت ولا قلت غدر الجميع. والمغرب هو بلد يعتمد على الثروه ديالو الطبيعيه، غابات، فلاحه، صيد بحري، اذا هذه الثروه خصنا نحافظوا عليها، وكما كنسميها دائما هي بحال الشجره خص قابله للانسان. يعني اذا من خلال التشخيص الاولي لوحظ بان هناك مخلفات، يعني مواد بلاستيكيه، مخلفات ديال متلاشيات معدنيه وعده يعني بلاستيكيه مختلف الانواع ديالها، بالنسبه لكم يعني مستوى التدخل، يعني وكتشوف هذا الجانب التحسيسي هو كافي، ومستوى التدخل بشكل دخلته او انه يحتاج الى تدخل من مستوى عالي؟ هو يحتاج الى تضافر الجهود ديال الجميع. المشروع ديالنا حاولنا اننا نشاركوا جميع الناس المعنيين، لدرجه اننا استدعينا حتى الجمعيه ديال بائعي السمك في هذوك الناس اللي كيعيشوا من هاد السمك وكيبيعوا، معني تا الثروه ولا هاد المشروع ديالهم ولا العمل ديالهم هو مهدد في المستقبل الا ما انتبهوش تا هما معنا في هاد العمليه ديال الخطوره، يعني تا هما خصهم يساهموا في التحسين. المدرسه البحريه كذلك راه كانت حاضره معنا خصها تساهم، المندوبيه ديال وزاره الصيد خصها تساهم، المكتب الوطني للصيد خصو يساهم، الوكاله الوطنيه خصها تشتغل، وحنا مدين يدنا للوكاله، الوكاله حضروا معنا اليوم من البدايه حتى هذا، وحنا يعني هما هذا العمل ديالهم داخل الميناء والعمل ديالهم الحفاظ على النظافه ديال 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 المحيط ولا ديال البيئه البحريه، احنا مستعدين اننا نشتغلوا معاهم ونمدوا يدنا ليلو. اذا هذا هو عمل ديال المواطنين، ديال لذلك احنا الاستهداف ديالنا من ما خلينا حتى شي جهه اللي ما اللي ما اللي ما لوحظ الغطاسون لاحظوا يعني بعض المخلفات متموره يعني بالرمال وداك الشيء، وهذا عمليه تحتاج الى جرف وعمليه جار يعني عمليه يعني مستوى عالي، هذا هو اللي قصدت.
يعني ضروري وعد هذا الشيء راه توجد في الـ في القعر ديال في الساحل يعني المجاور اليابسة، بمعنى هذيك المناطق هي مناطق ديال البيض ديال السمك، يعني المناطق اللي كتبيض فيها الاسماك، اذا هي كيوقع هاد الازبال وهاد النفايات اللي هي ثقيله كتخنق هاد الاماكن في كتبيض هاد الاسماك، وبالتالي كتؤدي الى بالاضافه للتسمم ديال الاسماك، بالاضافه لان حتى هاد النفايات اللي كتخرج على الشاطئ هي كتضر بالسياحه، بمعنى شاطئ ملوث بهذا الشكل هذا. وكذلك تميز يعني هذا النشاط هذا اليوم بحضور يعني وكاله المشاريع يعني في الامم المتحده، يعني بالنسبه لكم شكي يعني هذا الحضور والمواكبه؟ يعني ان الاخوه اللي حضروا من مدينه الرباط، هما كيمثلوا المكتب ديال الامم المتحده لخدمات المشاريع، لان القوه ديال المشروع خلاتهم والافكار اللي مطروحه داخل المشروع خلاتهم انهم يتديبلاصاو من مدينه الرباط، وجاو باش كاولى واختاروا تقريبا 16 جمعيه من المغرب، كان بينهم جمعيه النضال الاخضر، اللي جاو انهم يسلطوا الضوء عليها ويشوفوا هذا النشاط بالقوه الافكار اللي كتطروحها فيه. وهذا العمل هذا راه ماشي توفقنا فيه كاملين بالشركاء كاملين بالاعلام، وكنشكروا سي عبد القادر الصبيطي اللي واكب معنا النضال الاخضر منذ السنوات، كنشكروا جميع المؤسسات، المدرسه البحريه، الجماعه، المندوبيه الصيد، هذا كان عمل جماعي اللي قدر انه يخرج هذا العمل الوجود وعطاه التميز لمدينه العرائش ولجمعيه النضال الاخضر.